السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم إبراهيم صديق. وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن برنامج التيمز اللي احنا بندخل عن طريق ايميل الاوفيس بتاعك اوفيس 365، النهاردة هنتكلم عن ازاي تعمل اختبار الكتروني للطلبة بتوعك وتبعته لهم في لينك يحلوه والاجابة بتاعتهم توصلك في الوقت اللي الطالب هيخلص فيه الامتحان، ويقدر كمان الطالب يشوف الدرجة بتاعته في وقتها. تمام، موضوع سهل وبسيط، واستخدام برنامج فورمز من حزمة الاوفيس 365. تمام، يلا بينا كده بنبدأ على طول ونروح على بحث جوجل ونكتب اوفيس 365 ونبدأ ندخل عليه كده. طبعا انا هيفتح معايا على طول بحكم ان انا اصلا سايبه مفتوح على الجهاز، بما ان اللاب بتاعي زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات. تمام، للناس اللي شافت الفيديو اللي فات. تمام، وبرده نفس اللي قلناه الفيديو اللي فات هنلاقي هنا مجموعه برامج بنستخدمها، منها برنامج التيمز اللي احنا استخدمناه في الفيديو اللي فات. تمام، المره دي هنروح من هنا ونختار فورمز، اضغط عليه كده هيبدا يحمل معاك. الهدف من البرنامج دوت فورمز دوت اللي هو احنا بنستخدمه في انشاء الاختبارات الالكترونيه. تمام، هنروح هنا كده ونختار اختبار جديد كده، مستنى عليه حاجة بسيطة هيبدأ يحمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الاختبار بتاعك هيبقى عنوانه ايه؟ يعني ممكن ناس واحد يقولك على سبيل المثال مثلا اختبار شهر اكتوبر مثلا، وعايز وصف. في واحد هيكتب مثلا وصف، ده براحتك اختياري، ممكن تكتب مثلا زمن الاختبار ساعة مثلا. في ناس هتقول لك انا عايز احط صورة، تعالى هنا واضغط على تحميل كده واختار اي صورة، زي مثلا الصورة باك تو سكول دي. طبعا انت لو مجهز صورة هتلاقيها موجودة عندك. تمام، حطيناها كده وهتسيبها تحمل، هتحمل معاك ونزل الاختبار زمن الاختبار ساعة، ونبدأ نختار اضافة جديدة. اول نوع من الاسئلة معاك هو الاختيار من متعدد، خلاص تبدأ تكتب هنا السؤال. بص ظهر معانا ازاي السؤال، اي سؤال مثلا لو في المادة بتاعتك، مثلا لو عندنا في الكمبيوتر هنقول ما هي وحدات الادخال مثلا. الخيار الاولاني اقف عليه كده بالماوس وحدده واكتب مثلا وحدات الادخال، مثلا هتبقى لوحة المفاتيح. عند الخيار التاني مثلا هنقول الشاشة، ممكن انت تضيف خيار كمان هنا ونقول مثلا ايه كمان، مثلا السماعات مثلا، نديكم مثال. تمام، لو نقف على اي حاجة من دول اللي هي فيها علامة صح جنبها كده بهت، ايه الاجابة الصح من دول؟ انت كمدرسة تبقى عارف. هنقول الاجابة الصح بتاعتي هي لوحة المفاتيح، اعلم عليها هتبقى ايه، هي اجابة صحيحة. تمام، طيب لو جينا هنا نزلنا تحت ممكن تخليها اجابات متعددة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي لوحة المفاتيح صح مثلا، وتجي ضفت خيار هنا كمان وسميته الميكروفون مثلا، هيبقى عندي كمان دي كمان اجابة صحيحة. اذا هنا مش هيبقى الاجابة ما تنفعش حاجة واحدة بس، لازم تبقى تختار لوحة المفاتيح والميكروفون. تمام، خليناها كده وخليناها اجابات متعددة. تمام، ورحنا عملنا تفريع، بس انا مش عايز اتكلم على التفريع دلوقتي، هدوس رجوع بس. تمام، يبقى كده عندي الاجابتين دول الصح. ورحنا من هنا هيقول لك تبديل ترتيب الخيارات عشوائيا، بدل ما كانت لوحة المفاتيح في الاول لو عملناها كده هيبدأ يرتبهم، مش لما يجي يعرضهم لك هناك مش هيعرضهم لك بالشكل ده كده، هيعملهم لك بشكل عشوائي. تمام، كده انت خلصت السؤال ده. تمام، نروح نعمل سؤال جديد مثلا وهيبقى الاجابه بتاعته نص السؤال مثلا، تقول له اذكر مثلا وحدات الادخال برضو مثلا وتضيف هنا اجابه، هتقول له مثلا الاجابه ممكن تبقى لوحه المفاتيح مثلا، و
الماوس، دي كده هتبقى الإجابة الصح. تمام، ممكن لو وقفنا هنا ممكن نعملها إجابة طويلة وكده هيبقى مفتوح لك هنا التكست بوكس كتب فيه الإجابة الطويلة. لو قفلت دي هتبقى الإجابة الصح، ممكن تضيف إجابة صحيحة كمان هنا على اعتبار يعني الطالب ممكن يكتب كذا أو كذا أو كذا. تمام، ونسيبها زي ما هي كده بس. تمام، روح على إضافة جديدة كمان، في حاجة اسمها تقييم، تكتب السؤال برضو، تحدد انت كام نجمة، هيبقوا مثلا 3 4 5 6 زي ما انت عايز. تمام، والرمز ممكن تغيره تخليه مثلا رقم كده، وممكن تخليه زي ما هو كان جايبهولك نجمة. تمام، ومطلوب دي لو عملتها يبقى انت كده ايه، عشان موجودة في كل سؤال، يبقى انت كده بتقول له اعملهولي مطلوب او اجباري ان الطالب يحل. تمام، ولو دوست على اضافة جديدة هتلاقي انواع تانية من الاسئلة، تاريخ اجابته تبقى تاريخ، تحميل ملف، حاجة كده ايه زي ما انت عايز من الحاجات اللي موجودة معاك دي كلها. تمام، تبدأ تضيف الاسئلة بتاعتك زي ما انت عايز تحت بعضها زي ما احنا شايفين، اضافة جديدة اضافة جديدة. تمام، في هنا بعد الاسئلة في حاجة اسمها الاستجابات، لسه استجابات محدش خالص حل الامتحان ولا جه ناحيته. تمام، طيب معاينة يعني انت عايز تروح تشوف الامتحان وتحله. تمام، اهو لو رحنا مثلا قلنا ما هي، واحد شايفين هنا عاد ترتيبهم ازاي عشان عملنا له ترتيب عشوائي، ممكن تدوس على ديت هيشغل لك هيقرا لك السؤال. تمام، بس طبعا بتاخد وقت على ما يحمل، ولازم تبقى معرف صوت الجهاز بتاعك شغال. طيب هنختار مثلا احنا ما هي وحدات الادخال، هتبقى لوحة المفاتيح مثلا والميكروفون زي ما احنا كنا ايه قايلين، وننزل تحت كده بيقول لك اذكر وحدات الادخال، هنجاوب هنا اجابة غلط مش هنجاوب الاجابة اللي احنا كنا مختارينها، ونكتب مثلا الشاشة، وهنا هنجاوب اي اجابة، وبعد ما تخلص الامتحان بتاعك بتدوس ارسال انت كطالب يعني. تمام، اهو انت كطالب برضو يعني مش المدرس هنا هيدوس، هندوس على عرض النتائج، هنبدأ نعرف هو جاب 50% عشان هو حل سؤال كده اهو. بصوا الاسئلة عاملة ازاي، اللي صح واللي غلط حسبهولك غلط. تمام، والرجوع الى الصفحة شكرا، وبيبدأ يعملها. تمام، طيب حاجة مهمة انا ما قلتهاش نسيت اقولها لكم، النقاط هنا بتحط الدرجة بتاعت كل سؤال من دول، يعني مثلا هنقول السؤال ده عليه 5 مثلا، والسؤال ده مثلا لو رحنا كده هنقول برضو عليه ايه 5. تمام، لو رحنا على الاستجابات بقى، بص الاستجابات، استجابات واحد حل. تمام، متوسط الدرجة 5 عشان هو حل سؤال صح وسؤال ايه غلط، الشاشة دي غلط. تمام، انما السؤال دوت اتحل صح، يبقى انت حليت سؤال من الاتنين صح، اذا خدت 5. تمام، طيب النسق دوت اللي هو انت الالوان او الاشكال، او يعني ممكن تخليه مثلا حاجة كمبيوتر، يبقى هنخليه مثلا عامل كده بالشكل ده كده. تمام، هيبقى شكله كده احسن شوية. طيب مشاركة، هنا من هنا بقى عملت نسخ للينك ده، ده اللينك اللي انت هتبعته للطلبة بتوعك. يعني انا لو خدت كده نسخ ورحت فتحت تبويب جديد وقلت له لصق ودوست انتر، هيبدأ يعمل لي سيرش عشان انا كده بعته لاي حد، تم ارسال استجابتك بالفعل عشان انا دخلت حليته، بس الطبيعي ان هو يعرض لك هنا الاختبار دوت، بتحله وتدوس ارسال. تمام، زي ما احنا جبناه من هناك. تمام، طيب يبقى خلاص عرفنا هنجيب اللينك منين، من هنا من المشاركة دي. طيب التلات مواد دول فيها حاجات مهمة، لو انا عايز اطبع النموذج هيبدأ من هنا دوس طباعه، وهيبدأ يعمله لك بالشكل ده كده ويبدأ يتطبع معاك. تمام، عندي كمان الاعدادات، اظهار النتائج تلقائيا، يا تقفلها يا تخليها مفتوحة، مش عايز الطالب يعرف درجته في نفس الوقت يبقى اقفل دي، او افتحها لو انت عايزه يعرف درجته، طبيعي انت ممكن تسيبها عشان يعرف درجته. طيب احنا بالنسبة لنا هنا الاشخاص الذي يمكنهم ملء هذا النموذج يبقى مين؟ الاشخاص اللي في مؤسستي بس، يبقى هنا وهيعمل لي الاسم واستجابة لكل شخص. تمام، لو انت مش عايز خلاص يبقى انت كده اي حد من بره هيقدر يحل الايه الاختبار بتاعك، اي حد من بره هيبدأ يحل الاختبار بتاعك بكل سهولة زي كده. بص لما اتفتحت ايه اللي حصل، اهو بقى كده ايه مفتوحة للناس كلها، اول ما تبعت له اللينك ويخش عليه هيحل. تمام، ايه لوحة المفاتيح، الشاشة تبدأ تكتب هنا
وبعد ما بتخلص اجابتك بتدوس ايه؟ ارسال. بتدوس ارسال، تمام؟ طيب هنا بقى ممكن تخلي بقى ايه الحته بتاعت التايمر، التايمر قبول الاستجابات خلاص. تاريخ البدء انت عايزه امتى؟ عايزه يوم 20/10 الساعه 11 بالليل يبدا الامتحان، تمام؟ وعايزه ينتهي الساعه 11 وربع او الساعه 11 وربع، يعني ربع ساعه مثلا. ممكن تخليها بقى الوقت اللي انت عايزه تغير، وممكن تخلي ديت تبديل الاسئله عشوائيا، كافه الاسئله، تمام؟ وممكن تخلي تخصيص رساله شكر لو عملتها، تفتح لك هنا تكتب الرساله اللي انت عايزها. دي بالنسبه للاعدادات، دي بالنسبه للاعدادات. المعاينه دي طبعا بيوريك شكل الاختبار زي ما هو ظاهر معاك، تمام؟ طيب هنرجع تاني كده اخر حاجه اوريها لكم. الاستجابات دي منها حاجه مهمه، الاستجابات دي مهمه جدا. بتبدا انت يجي لك ايه حل اللي بعت لك وحل الناس اللي حلت الاسئله بتاعتك. اهي لوحه المفتاح دي عليها درجتين، والشاشه عليها درجه، ودي عليها درجه كده، الحاجات اللي انت بتظبطها، تمام؟ ويقول لك هو حل قد ايه وساب قد ايه وكده، تمام؟ طيب في حاجه كمان مهمه، لو انا عايز افتح الموضوع ده كله في اكسل، بيبدا يعمل له داونلود اكسل، تمام؟ ويبدا هيحمل معانا ويفتح. شهر اكتوبر نزل، نروح نفتحه ونشوف شكل الشيت الاكسل اللي هيبقى عامل ازاي معانا. اهو بيقول لي ان مفيش حد حل الاختبار بتاعك غير في الوقت ده واكمل كده، والبريد الالكتروني بتاعه اهو واسمه اهو، انا اللي حليته اهو، ابراهيم عبد الغني، والاجابات بتاعتي شكلها عامل كده، تمام؟ والنقط اللي انا خدتها او الدرجات اللي انا خدتها، والسؤال التاني اهو اللي هو عنوانه كذا وخدت كام نقطة، كل التفاصيل هتلاقيها في شيت الاكسل ده، تمام؟ وبكده يبقى انت عملت اختبار الكتروني للطلبة بتوعك، او لو عايز كمان ممكن نستخدمه في حاجة تاني زي ان احنا نملأ ابلكيشن مثلا او استبيان لأي حاجة، تمام؟ وبكده يبقى الموضوع بسيط وسهل، مفيهوش أي مشاكل خالص. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.